and we are calling it iPhone. Today. السلام عليكم. من اليوم الذي صعد فيه ستيف جوبز على مسرح أبل في سان فرانسيسكو وأعلن عن أول آيفون عام 2007، حدثت بعدها ثورة غير مسبوقة فغيرت عالم الهواتف وعالم التقنية والأنترنت للأبد. فظهرت بعدها شركات وصناعات وتطبيقات كلها تعتمد على الأنترنت كليا، وسيطرت الهواتف على حياة البشر وأصبحت من أساسياتها. ولكن في الحقيقة من عام 2007 إلى يومنا هذا، ورغم التقدم الكبير في الهواتف من حيث الأداء والمعالجات والشاشة والتصوير، إلا أنه فعليا لم يدخل متغير جديد أو لم تحدث طفرة في الهواتف. فرغم العدد الكبير من الشركات الموجودة في هذا المجال والإصدارات الجديدة التي تخرج كل سنة، إلا أنه ولا واحدة من الشركات المصنعة قدمت ثورة جديدة في عالم الهواتف. فكل هواتف أصبحت قطعة زجاجية بها شاشة وكاميرات، نعم سريعة ومميزة، ولكن لا يوجد فيها شيء جديد. وهذا بالضبط ما جعل شخص مثل إيلون ماسك يدخل منذ سنوات قليلة ماضية إلى عالم صناعة الهواتف. فكلنا نعرف جيدا إيلون ماسك وخططه المجنونة وإمكانياته المهولة، وبالتالي فإيلون ماسك ما دخل لعالم الهواتف إلا ليقوم بثورة جديدة في هذا المجال. واليوم سنتعرف على الجهاز الجديد الذي سيبدأ به إيلون ماسك ثورته الجديدة في عالم الهواتف. السلام عليكم يا أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. منذ أن أعلنت شركة تسلا في الأسابيع القليلة الماضية عن دخولها فعليا في عالم صناعة الهواتف واقترابها من إطلاق أول هاتف خاص بها والتي أطلقت عليه تسلا موديل باي، منذ ذلك الوقت والشركات العملاقة في صناعة الهواتف مثل أبل وسامسونج وهواوي كلهم أصبحوا مفزوعين. مفزوعين لهذه الدرجة يعني؟ نعم يا صديقي لهذه الدرجة، وخليني أقول لك أنه من حقهم أن يفزعوا، لأنه بكل بساطة من سيكون وراء صناعة هاتف تسلا هو المجنون إيلون ماسك. وإيلون ماسك أثبت في السنوات القليلة الماضية أنه عندما يدخل في مجال صناعة جديدة يقوم بقلب موازينها تماما ويصبح هو رقم واحد فيها. وهذا ليس بجديد على إيلون ماسك، لأنه في عام 2008 عندما بدأ بتصنيع سيارات تسلا والتي تشتغل بمحركات كهربائية بدل البنزين وفيها كذلك خاصية القيادة الذاتية، فبالرغم من أن سيارات تسلا تعتبر جديدة على مجال صناعة السيارات، إلا أنها بفضل تقنياتها الجديدة استطاعت في فترة قصيرة أن تنافس وتتفوق على أكبر شركات الصناعة في العالم. وخليني أقوم بتقريبك لأرقام مبيعات تسلا خلال 8 أشهر الأولى من عام 2021. فتسلا يا صديقي تفوقت في المبيعات عن أقرب منافسيها مرسيدس وبي ام دبليو وأودي بأكثر من 473 ألف سيارة، وكذلك أرباح تسلا في أول 6 أشهر من عام 2021 وصلت لأكثر من 22 مليار دولار. كل هذه الأرقام تبين قوة وصلابة شركة تسلا وسيطرتها التامة على سوق السيارات. ولما قرر إيلون ماسك كذلك الدخول في مجال صناعة الصواريخ، أول شيء قام به هو وضع علامة على الشركات الكبرى في هذا المجال كشركة بوينغ المشهورة في عالم تصنيع الصواريخ ومعدات الطيران، وكذلك شركة سيرا نيفادا كوبريشن. وفي خلال 10 سنوات فقط أصبحت شركة سبيس إكس أول شركة تصنيع خاصة تقوم بإرسال مركبات فضاء إلى محطات الفضاء الدولية. ومنذ ذلك الوقت أصبحت كل رحلات ناسا للفضاء تعتمد على الصواريخ التي تصنعها سبيس إكس. والأكثر من هذا هو أن شركة سبيس إكس قامت بشيء لحد اليوم يعتبر جنوني ولم تستطع أي شركة صواريخ أخرى القيام به، وهو أن سبيس إكس قامت بتصنيع صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، يعني صواريخ قادرة على إطلاق مركبات في الفضاء أو الحمولات خارج الكرة الأرضية وبعد ذلك تقوم بلاندن أو هبوط مرة أخرى بدون أن تتدمر أو تتلف كما كان معهود قبل دخول إيلون ماسك للمجال. والآن تخيل معي أن شخص رائد في الصواريخ وقام بكل هذه الإنجازات التي أخبرتك بها يقرر أن يصنع هاتف، في رأيك كيف سيكون هذا الهاتف؟ ولهذا السبب كما قلت لك كل شركات صناعة الهواتف مذعورين من دخول إيلون ماسك للمجال، لأن الشركات تعلم أن إيلون ماسك لا يمزح بالمرة، فمدام دخل في مجال صناعة الهواتف فبنسبة كبيرة سيقوم بثورة في هذا المجال. والآن لندخل في صلب الموضوع ونتحدث عن قدرات هاتف تسلا القادم. فقدرات هاتف تسلا موديل باي تعتمد وبشكل أساسي على دمج الهاتف مع باقي مشاريع إيلون ماسك. هذه المشاريع سنتحدث عليها بشكل مقتضب اليوم، ولكن في قادم الحلقات سنتحدث عن كل مشروع على حدة، لذلك اشترك في القناة. أولا هاتف تسلا موديل باي سيعمل على كوكب الأرض وكذلك على كوكب المريخ، يعني إذا كنت في رحلة إلى كوكب المريخ ومعك الهاتف فأنت قادر على استقبال وإجراء المكالمات عادي جدا، وهذا لأن إيلون ماسك يعمل على مشروع بناء مستعمرة متكاملة على المريخ. ولو
كنت تظن أن بناء مستعمرة على المريخ مجرد خيال علمي، فخليني أقول لك أنه كان مجرد خيال علمي عندما أعلن إيلون ماسك عن المشروع لأول مرة في سنة 2011، ولكنه أخذ بعدها خطوات حقيقية عن طريق شركته سبيس إكس، وقاموا بتصميم صواريخ قادرة على تحقيق هذا الحلم. وبالفعل منذ 2018 بدأ إطلاق صواريخ في اتجاه المريخ تجهيزا لاستعماره، ومن المقرر أنه في سنة 2026 سيتم إرسال أول 12 شخص لاستيطال المريخ في رحلة ذهاب بلا عودة. طيب هنا ستسأل، كيف لهاتف تسلا موديل باي أن يشتغل على المريخ؟ وكيف يمكننا أن نتواصل به مع سكان الأرض؟ وللإجابة عن هذا السؤال يجب أن نتحدث عن مشروع إيلون ماسك الثاني وهو ستارلينك. فستارلينك هو مشروع بدأ منذ 2015، والهدف منه هو توفير الأنترنت عالي السرعة في كل مكان على الكرة الأرضية حرفيا، وذلك عن طريق إطلاق 40,000 قمر صناعي في مدار الأرض المنخفض. ولحد اليوم تم إطلاق 1892 قمر صناعي، وفي تمام 2027 سيكون بإذن الله قد تم إطلاق 40,000 قمر صناعي. وحاليا ستارلينك تقوم بتوفير الأنترنت ل 14 دولة، وهم أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وعشر دول أخرى من أوروبا. وهاتف تسلا كذلك لن يحتاج إلى كارت سيم، لأنه كما قلنا سيعمل مباشرة عن طريق الأقمار الصناعية، وهذا ما سيجعل التواصل بين الأرض والمريخ متاح. وهاتف تسلا موديل باي كذلك سيتيح لمستخدميه التحكم بسيارات تسلا، طبعا إذا كنت تمتلك واحدة، فعن طريق الهاتف ستتمكن من تحريك السيارة وكأنك تلعب لعبة فيديو، وستكون قادر على رؤية كل بيانات أو الداتا الخاصة بالسيارة على الهاتف. وكذلك هاتف تسلا موديل باي سيصمم ليشتغل مع الشريحة التي سيتم ربطها بدماغ الإنسان، والتي تندرج تحت مشروع نورالينك المملوك لإيلون ماسك كذلك، والذي أعلن عنه سنة 2016. ومشروع نورالينك هو عبارة عن شريحة ستقوم بالربط بين دماغك يا صديقي وهاتف تسلا موديل باي، ومن المفترض أن تبدأ تجربة الشريحة على البشر في قادم الأشهر من هذه السنة. طيب لنفترض أنك شخص مزروع في دماغك شريحة نورالينك وتمتلك هاتف تسلا موديل باي، ما هي الأشياء أو المميزات التي ستكون قادر على القيام بها؟ أولا شريحة نورالينك ستقوم بتسجيل داتا أو بيانات كاملة عن دماغك، مثل الإشارات العصبية ووظائف الدماغ، وبعدها الهاتف سيقوم بتسجيل كل هذه المعلومات على ذاكرته الخاصة، وهذا سيساعد على علاج الكثير من الأمراض العصبية والنفسية الغير معروفة أو الغامضة. وعن طريق هذه الشريحة أنت لا تحتاج أن تمسك الهاتف في يدك لكي تتحكم به، فكل ما عليك فعله هو التفكير في الشيء الذي تريد القيام به على الهاتف، وستتم العملية تلقائيا. فمثلا تريد أن تفتح فيديو أو تقوم ببحث، فكل ما عليك فعله هو التفكير في الشيء، وبعدها الإشارات ستنتقل من المخ في اتجاه الشريحة ومن ثم إلى الهاتف. وممكن عن طريق هذه التقنية لو كان هناك شخص وقام بحادثة مثلا، فسيصبح بإمكانه إرسال رسالة استغاثة لأي شخص لكي يأتي إليه. وطبعا هناك تطبيقات غير محدودة لشريحة نيورالينك، وسنتحدث عليها في الفيديوهات القادمة بشكل مفصل. وأخيرا هاتف تسلا تستطيع عن طريقه القيام بماينين أو تعديل للعملات المشفرة، وخاصة عملة مارس كوين التي أطلقها إيلون ماسك استعدادا لاستخدامها على كوكب المريخ. وصلنا إلى اللحظة المنتظرة، وهي إمكانيات هاتف تسلا موديل باي مقارنة بالهواتف الموجودة حاليا. فقبل أن نخوض في إمكانيات هاتف تسلا، خليني أقول لك أنه لا توجد أي تصريحات رسمية عن المواصفات، وفقط تسريبات عن المواصفات المحتملة. ويقال بأن ميموري أو سعة تخزين تسلا موديل باي ستكون 2 تيرابايت، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 48 ميجا بايت، والهاتف يسمى كذلك بألترا ريزيليان أو فائق المرونة، وذلك لأنه مقاوم للصدمات بشكل مبهر، وزود كذلك بأربع كاميرات خلفية تشتغل عن طريق الـ AI أو الذكاء الاصطناعي، وفيه كذلك خاصية تصوير ليلي التي ستجعلك قادر على تصوير صور ليلية غاية في الوضوح، وكذلك ستسمح لعشاق الفلك مثلي بأخذ صور مميزة لمجرة نظر بالتبانة. ومن قام بتصميم الهاتف هو المصمم الإيطالي أنطونيو دي روزا، وهو من قام بتصميم مجموعة من الإصدارات القديمة لآيفون. وداخل الهاتف توجد خلية للطاقة الشمسية لكي يتم شحن الهاتف مباشرة بعد تعرضه للشمس، يعني لو كنت في مكان خالي من الكهرباء، غابة أو صحراء مثلا، فلا تقلق لأن الهاتف سيشحن من الشمس ويعمل على شبكة الأقمار الصناعية. وثمن الهاتف حسب عدة مصادر سيكون بين 2500 إلى 4000 دولار. كان هذا كل شيء حول هاتف تسلا الجديد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى تشترك في القناة، ونلتقي في الفيديو الجاي. سلام.